صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ الفيديو رقم 54 من سلسلة كبسولة الصباح اللي بنتناقش فيها في مواضيع واخدينها من كتاب دايلي دراكر اللي بيجمع مقتطفات من كتابات بيتر دراكر. الموضوع بتاع النهاردة بعنوان individual development. الموضوع الانديفيديوال ديفلوبمنت وتطوير الفرد لنفسه او تطوير الفرد بشكل عام، لان هنتكلم بقى بتطور الفرد بيطور نفسه ولا حد اللي بيساعده. الموضوع ده من احب المواضيع لقلبي وممكن نتكلم فيه كتير جدا، بس زي كل مره بنركز انه احنا مش عايزين نغطي الموضوع كله، وانما بنغطي النقط اللي بيتر دراكر كده ايه ذكرها لنا في الجزئيه دي او في اللي جت في النقطه دي كده في الكتاب. النقطه دي كان فيها ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه قلناها وبنقولها كتير جدا، واللي ما سمعهاش واللي بيسمعها لاول مره او لسه بيخرج لمجال العمل فنسمع الحته دي كويس جدا. الديفلوبمنت بتاع الشخص، الانديفيديوال ديفلوبمنت، مسؤوليه الشخص مش مسؤوليه مديره ولا مسؤوليه حد تاني. تطورك، نضجك، نموك، تتعلم، تطور من نفسك، تطوري من نفسك، مسؤوليتك مش مسؤوليه حد تاني. حتى لو الحد التاني ده هيكون اداه بيساعدك او بيديلك موارد، انت اللي بتحركه وانت اللي بتشغله، انت اللي بتشغل مديرك عشان يساعدك، وانت اللي بتشغل شركتك عشان تساعدك، ولو مش بيساعدك ولا شركتك بتساعدك يبقى في حاجه غلط. ما تستسلمش، زي ما بتتكلم في حاجات تانية، زي ما اتكلمنا في فيديوهات تانية، ما بيبقاش بقى فكرة انا كل واحد فينا بيحب يقعد في حتة ويريح ويستقر، والانديفيديوال ديفلوبمنت بتصبح اخر الاهتمامات. خلاص ما دام مش حاصلة مش مشكلة او ما هياش برايورتي، المهم المرتب جاي، الدنيا ماشية، الشغل كويس، لان اللي هيحصل بعد كده ان الحاجات دي لما هتتغير وهتكون انت ما تحملتش مسؤولية تطوير نفسك، هتلاقي نفسك ممكن تكون اول واحد بره الباب، الناس هتستغنى عنك، هيحسوا ان انت مانيوال وركر مالكش فاليو، وفي الاخر انت اللي بتيجي تقول ما انتوا اللي ما ساعدتونيش، انتوا اللي ما عملتوليش كذا كذا. في الاخر انت الوحيد اللي هتتضرر او انت الوحيده اللي هتتضرري. الانديفيديوال ديفلوبمنت مسؤوليه كل واحد فينا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه كان بيتكلم على سترايفنج فور اكسلنس، بيقول لك ان في الشغل لازم تحاول دايما تتطلع للامتياز، تعمل حاجه اكسلنت، حاجه الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، لانه مش بس بيفرق في جوده الشغل اللي طالع، بتفرق فيك انت. انت بتبقى شخص احسن، بتبقي انسان احسن، بتبقى انسان على مستوى عالي لما انت بتبقى مهتم بالاكسلنس. طيب الكلام ده يترجم لايه؟ الكلام ده يترجم ببساطه ان الكلمه بتاعت انا بعمل الحاجه على قد فلوسهم، على قد اللي هم طالبينه، خليك عارف ان مش بس الشغل بيطلع على قد فلوسهم، انت كمان هتبقى شخص على قد فلوسهم، وده مش صح ليك انت، لان انت مش بس في الشركه دي ولا في المكان ده بس، وانما لازم دايما تبقى بتطور من نفسك وبتحسن من نفسك وبتكبر وبتزود قيمتك، بالذات في وقت في تشينجز كتير وتحديات كتير زي اللي احنا عايشينها دلوقتي. سترايفنج فور اكسلنس. النقطه الاخيره بيتكلم على الاكاونتابيلتي او الريسبونسابيلتي، ان يبقى عندك مسؤوليه اهم من يبقى عندك تايتل. الشخص اللي بيسترايف فور اكسلنس دايما بيحسن من نفسه ودايما بياخد مسؤولياته، في الاغلب يا اما هو بياخد مسؤوليات يا اما الناس بتديله مسؤوليات، لان الناس بتبقى حاسه بمكانته وبقدرته دي. وحصولك على المسؤوليات از مور امبورتنت ذان الرانك، يعني ما تبقاش قاعد بتدور بس على اللقب من غير جوده ولا من غير مسؤوليه وفرحان ان بتايتل، ولا يبقى العكس، ما تبقاش يعني ما تبقاش بس بتدور على ده وسايب الكواليتي، وانما لازم تدور على الريسبونسابيلتي وتدور على ان الناس تبقى مدياك مسؤوليه وان انت تبقى فعلا قد المسؤوليه، هو ده اللي بيؤدي للجروث. الحته برضو الاخيره اللي نخلي بالنا منها ان الموضوع يزيد عن حده، ان تبقى انت عمال تشيل مسؤوليات كتير والناس تبتدي تستغلك، ودي نقطه تانية. يعني حلو ان انا ابقى I'm seeking responsibility not just rank، بس على الناحيه الثانيه too much responsibility without any kind of recognition، والرانك بيعتبر او التايتل بيعتبر جزء من الريكوجنيشن، ده برضو بيبقى خطا على الصعيد بتاع الشركه او بتاع الاداره. فدي الثلاث حاجات الرئيسيه في موضوع الانديفيديوال ديفلوبمنت، واهمها والمفتاح فيها كل individual is responsible for his or her own development. تاني حاجه strive for excellence، وتالت حاجه دايما دور على responsibility and be accountable. يا رب يكون الموضوع عجبكم، واشوفكم ان شاء الله بكره في الفيديو رقم 55 مع نهايه الاسبوع باذن الله، وصباحكم جميل، مع السلامه.